تنضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي زميلتنا تهاني عيسى ومفادة التلفزيون المصري. صباح الخير يا تهاني، وعايزة أعرف منك يعني المشهد الانتخابي في أبو ظبي، وأيضا يعني الفرحة اللي بتشهدها الأسر المصرية، بالتأكيد هي ذكرى لا تنسى وتخلد في ذاكرة المصريين بالخارج. صباح الخير عليكي، وزي ما حضرتك كده بتقولي عرس انتخابي ديمقراطي في اليوم الثالث والاخير للمرسم الانتخابات الرئاسيه التي تجرى خارج مصر. فتحت اللجان ابوابها منذ الساعه 9 بتوقيت ابو ظبي والسابعة بتوقيت القاهره. اللجنه اقبال كثير جدا من الجاليه المصريه باماره ابو ظبي، واللي بتهم 300,000 مقيم بها من مدن ابو ظبي والعين والمنطقه الغربيه. المقيمين في اماره ابو ظبي قرروا وحثوا اسرهم وكل وكل المقيمين في مصر في اماره ابو ظبي ان هم ينزلوا ويشاركوا. بدات اللجان فتح ابوابها، استعدت السفاره المصريه بتواجد السفير شريف عيسى وسط المشاركين لتسجيل اي معوقات أو تحديات إجراء عملية التصويت. مش هبالغ لو قلت إن عملية التصويت بتتم في أقل من دقيقتين. المشاركة كبيرة جدا جدا من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن رغم ظروفهم الصحية، لأنهم أصروا إن هم ينزلوا ويشاركوا ويبذلوا صوتهم. الشباب دلوقتي كان في حشد كبير جدا من العاملين بإمارة أبو ظبي جايين ومصرين على المشاركة في هذه الانتخابات. السفارة استعدت بإقامة مخيمات، تنظيم أكثر من رائع، كل أعضاء والقناص اللي هم موجودين في السفارة موجودين في وسط الناخبين. كان هنا هنقول فرحة كبيرة قوي قوي، كله بيقول تحيا مصر. أحاديث جانبية يعني بيتكلموا مش على الإنجازات اللي حصلت في مصر بس في الفترات والسنوات الأخيرة، لا اتكلموا كمان عن الإنجازات اللي حصلت لهم في الخارج. إن يعني إحنا كمصريين كنا يعني بعيد شوية عن مصر، لكن أصرينا إن إحنا ننزل، أصرينا ننزل بمشاريعنا، ننزل نعمل استثمارات. اللي احنا شايفينه من الحكومة المصرية والدولة المصرية ان في انجازات عديدة، في مبادرات عديدة للمصريين في الخارج، منها يعني حصروها في اخر من مبادرة بالنسبة لمبادرة السيارات، السيارات اللي هو كمان بالنسبة للشباب الدارسين اللي في الخارج موجودين هنا بكثرة، برضو بعض الشباب اللي هم بيدرسوا، الاطفال والأمة المصرية ما زالت مصرة على استحقاق أطفالها من أجل إن هي يعني تنمي فيهم الوعي أكثر وأكثر تجاه الوطن. أناشيد وأغاني وطنية يعني بتدل على اتحاد وتجمع المصريين بالكامل نحو الفلاح. تحديات يعني ذكروها، لازم يعني نقف جنب بلدنا والمشاركة دي حقنا. وكثير من الشباب طالبوا بكل شاب وبكل أسرة ان هم ينزلوا ويشاركوا، ده حقنا الديمقراطي وحقنا كدستور، حقنا الدستوري. واضح ان في كثافة عددية كبيرة في ابو ظبي اليوم جداً. نتيجة الاجازة الاسبوعية يوم الحد لدى بعض الشركات والمؤسسات، لأي مدى ساهمت في وجود الاسر المصرية حاملين الاعلام في يعني الادلاء بالتصويت بكل سهولة رغم هذا الازدحام الشديد في سفارة ابو ظبي؟ رغم هذا الازدحام يعني الكبير والحشود من الشباب وكل الاسر والاطفال، لان هنا منظمات المجتمع المدني من المقيمين في دبي كله بيساعد، كله بيشارك، لو في اي حاجه بيقدر ياخد الناخب وبيعرفه ايه المطلوب منه. الجواز الصحيه بيدخل على اللجنه الاحتياطيه، السفير بيلاقيه موجود، بيلاقي نائب كتير موجود، القناة كلها موجودين داخل اللجان،
يسهلوا حاجه بالنسبه لهم. بالتاكيد ان في تسهيلات كما ذكرتي للمصريين المقيمين في دوله الامارات العربيه، او حتى زي ما ذكرتي بالنسبه للدارسين، لكن ايضا اللي جايين زائرين، يعني اللي جايين زائرين على ارض الامارات من حقهم ان هم يلب اصواتهم خلال الثلاث ايام. تمام، وده حصل بالفعل، ان في انا شفت حاله اكثر جايه ومصره ان هي بصوتها عرفت نفسها بالقسم ودخلت عدلت بصوتها. هنا الشباب بيجيبوا بساط وبينقلوا المصريين من مختلف المقوره علشان يسهلوا النقل لابو ظبي في السفاره، من اجل ان هم يعني يسهلون طريقه الوصول الى مقر السفاره للادلاء باصواتهم. نعم، ملحمه وطنيه كبيره جدا في حب الوطن. تهاني، كيف رصدت يعني وسائل الاعلام في الامارات ووسائل الاعلام الخليجيه هذا العرس الانتخابي في وسائل الاعلام لديكم في الامارات، خصوصا ان في حدث موازي هو فعاليات كوب 28 وتواجد الرئيس السيسي على ارض الامارات، كيف كان هناك توازي في المشهدين؟ على هذا التوازي رغم الاحتفالات ورغم ان هم سهرانين بيهنوا الشعب الاماراتي والدوله الاماراتيه بعيدها الوطني. نعم. لان الشباب ما زالت مصره ان هي تيجي وتحضر. رفضت حب المصريين لوطنهم وتاكيدهم وحرصهم على المشاركه. مش عايزه اتكلم على يعني ازدحام بالسيارات، تسهيل في الطرق، رفضت في كمان رغم ان في زائرين كتير بالنسبه لمؤتمر كوب 28 بعد ما يخلص المؤتمر يا اما بيبقى موجود في دبي بيروح يدلي بصوته او في ابو ظبي بينزل وبيدلي بصوته. هم يعني اشادوا بالفرحه المصريين بانتخاباتهم وهذا العرس الديمقراطي. الى اي مدى تهاني من وجودك مع ابناء الجاليه المصريه في الامارات لمستي يعني المسؤوليه الوطنيه تجاه التصويت وضروره التصويت، لان ده امانه ولان ده حق اصيل في اختيار المرشح الاصلح لبناء جمهوريه جديده؟ منذ بدء الانتخابات وانا موجوده في اليوم الاول في دبي وقمت في دبي وبعدين جيت ابو ظبي وجيت اليوم الثالث في ابو ظبي، احاديث كثيره جدا. النهارده في اثنين من المصريين، واحد بيقول انا لاول مره بشارك في الانتخابات وبيأكد انا اول مره اشارك في الانتخابات، بيقول له لا انا بشارك كتير. اما قال له طيب يعني دخلت معاهم في الحوار بقول له ليه أول مرة بتشارك في الانتخابات؟ قال لي أنا حاسس إن ده دورنا الآن، لازم نقف جنب بلدنا. سألت زميله اللي هو موجود معاه ليه حضرتك بتتأكد على حرصك إن أنت كل مرة بتيجي وتشارك في الانتخابات؟ قال في تحديات كتيرة حول الوطن وحوالين بلدنا، لازم نقف ولازم كلنا نشارك ولازم كلنا نقف جنب الوطن في هذه الظروف الصعبة. في ملفات كتيرة صعبة، في ملفات اقتصادية يعني إن شاء الله هتتحل، لكن إحنا وطننا في تحديات كتيرة جدا، والنهاردة لازم نقف ونقف جنب بلدنا. لازم كل واحد يعبر عن رأيه، يعني حتى قال يعني كل واحد ينزل ويشارك، شارك اللي انت يعني اللي انت تختاره، بس لازم تنزل وتشارك، شارك من اجل بلدك، من اجل التنميه، من اجل الاستقرار. كل الاحاديث الجانبيه يعني ان احنا كل ما بننزل مصر بنلاقي فيه تطور كبير، واحنا يعني لما بننزل في اجازاتنا بنلاقي فيه جديد،
بنلاقي في عاصمة إدارية، بنلاقي في محطات طاقة شمسية، يعني كتير قالوا مصر اتغيرت. مش يعني لو هم جنبي دلوقتي كنت خليتهم هم اللي يقولوا كمان هذا الكلام اللي هم حاسينه اكتر، هيقولوه اكتر مني يعني، او هيوصلوه بابلغ مني اكتر واكتر. هم حاسين بالمخاطر وعلشان كده مصممين ينزلوا ويشاركوا. دور الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال ممثليها وأيضا من خلال السفارات وممثلي السفارات في التعاون مع الجالية المصرية لسرعة الإدلاء بالصوت والمساعدة في إتمام الشكل الصحيح للعملية الانتخابية. أنا أكيد أنا بعت الصورة وبعت الفيديوهات من داخل اللجان، يعني اللي هي بتقول يعني ما فيش أقل من دقيقة أو دقيقتين بيدخل الناخب أمام القنصل أو أمام عضو الهيئة، بيطلع صوته من على اللاب، بيدخل بيديله الورقة اتفضل، ما فيش أقل من دقيقتين بالكثير جدا، ما فيش أي صعوبات، ما شفتش اي ثغرات او اي مشاكل في خلال الثلاث ايام الانتخابيه. العمليه الانتخابيه في سهوله، وجود السفير نائب السفير جميع القناصل موجودين داخل اللجنه خارج وداخل اللجان متابعين كل حدث، كل كبيره او صغيره، لدرجه يعني انا شفت يعني كبار السن بيجي ياخدوا من على الباب لغايه اللجنه، يدخلوا بيعملوا بيسهلوا كل اجراءات التصويت. طيب. حاجه بصراحه مشرفه جدا من السفاره المصريه في ابو ظبي. هل المواطن المصري في الامارات لديه خلفيه عن البرامج الانتخابيه الخاصه بالمرشحين الاربعه، وبالتالي هو حاسم قراره ورايه قبل الدخول للادلاء بالصوت؟ أكيد، لأنه هو داخل، وأنا سألت أحد الناخبين هذا السؤال، أنت معاك البرامج الأربعة لجميع المرشحين؟ قال لي أه طبعا، وبختار وأنا اللي هختار عشان دي بلدي. ده كان رده. يعني طب أنت شفت سمعت قررت؟ قال لي شفت وسمعت وهقرر، وداخل اللجنة هدلي بصوتي للي هو يستحقه. بشكرك شكرا جزيلا تهاني عيسى، مفيدة التلفزيون المصري من أبو ظبي، وسنعود إليك لاحقا كلما جد لديك جديد في الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في أبو ظبي. شكرا جزيلا لك.